متكئاً على جانب السلم بيده اليمنى وحاملاً حقيبته السوداء بيده اليسرى، صعد البابا فرانسيس طائرته الخاصة التي أقلته من إيطاليا إلى العراق في أول زيارة رسولية من نوعها لبابا الفاتيكان وأول زيارة بابوية منذ بدء أزمة كورونا. واستقبله في مطار بغداد الدولي بكل حفاوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. البابا فرانسيس سبق وقال إنه ذاهب إلى العراق كي لا يخذل الناس مرة ثانية، وناشد المؤمنين الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة بأفضل طريقة وتحقق المرجو منها. وستكون كنيسة سيدة النجاة في بغداد أولى محطات زيارة البابا، وسيقيم فيها قداساً بحضور رسمي وشعبي. تأتي رمزية هذا القداس بأنه يقام في كنيسة ضربها الإرهاب عام 2010، حيث لقي 56 مسيحياً ومسلماً مصرعهم إثر عملية تحرير الرهائن الذين كان قد احتجزهم تنظيم القاعدة الإرهابي هناك. ووصف الفاتيكان زيارة البابا بأنها رسالة محبة وسلام لبلاد الرافدين. وقال البابا قبل ذلك: أنا أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارات العريقة والمذهلة، سأوافيكم حاجا تائبا لكي ألتمس من الرب المغفرة والصفح. أما الأزهر الشريف فقد علق على زيارة البابا بوصفها مهمة جدا لنشر روح الإخاء بين الأديان، وقال إنها زيارة شجاعة في هذا الوقت الحساس بكل المقاييس، وأمل الأزهر أن تحقق هذه الزيارة كل النتائج المنتظرة منها. أما بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق فقد علقت الكثير من الآمال على زيارة البابا، فيما عد رئيس مجلس النواب اللبناني هذه الزيارة رسالة محبة وسلام كبيرين. ومن جانبهما رحب كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني بزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق. جدير بالذكر فقد سبق وزار البابا العاصمة الأردنية عمان عام 2014 ليتوجه بعد ذلك إلى فلسطين. وفي العام 2017 التقى البابا بشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب خلال المؤتمر الدولي للتسامح في مصر. أما في سنة 2019 فحط خلالها البابا فرانسيس رحاله في دولة الإمارات، وفي ذات السنة زار العاصمة المغربية الرباط، واليوم في العراق.